أيس محمد لاعب وسط الميدان لاحظوا سيداتي سادتي عندنا واحد عارين ديال ما شاء الله عندنا واحد حراس متميزين قابوم اسماعيل الاخ ديال الفنان قابوم المهدي ياك بعدا بارك الله عليك قابوم ما شاء الله
كوري زوار مبارك كوري تويسي المتعب كنتفرج مورا غريز وكنسكر سميتو ديكا على هاد الاستضافه وخلاني هاد النهار الكبير نبقى حداه ونتفرج قدام الدراري وشكرا نجم شكرا وكنسكر الفاميليا ديالي بزاف واخا هي جالسه هنا وكنسكرها بزاف وخصوصا واحد جده هي الدراري والله كنشكر بزاف وصفوا عليها عافاكم الله وشكرا بزاف جدا وشكرا الفاميليا ديالي صلاة وسلام على رسول الله إلى كنشكر كاع الجماهير اللي حاضره هنايا وصراحه شي في المستوى وصراحه انا اول مره نحضر لهذا هذا وكنشكر الجمعيه اللي واقفه على هذا المهرجان هذا وراه بزاف تاع الاحياء محرومين من هذا الشيء وحنا بزاف تاع الاحياء ما عندناش بحال الجمعيات اللي داروا لكم بحال هذا الشيء هذا وشكرا بزاف وفي الاخر هذه رسالة من الجماهير ديال غزالة سوس اللاعبين ديالنا والحسنية تكادير دائما متألقين في السنة الماضية الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني في البطولة ديال اتصالات المغرب وإن شاء الله وكانوا في أفريقيا طبعا الكونفدرالية الأفريقية اليوم هما العرش
ربحوا كأس العرش السبت الجاي إن شاء الله، عندهم موعد مع الاتحاد الليبي، ديروا يديكم ربي يربحوا، قولوا آمين. غنضربوا ليبيا وهاد الجماهير كلها غتجي إن شاء الله احتفاء بكم، غدو كأس إفريقيا وغدو البطولة الوطنية المغربية.